انت ايه رايك في اللي حصل في محمود البنا في المنوفيه؟ طبعا اللي حصل ده جريمة بشعة بكل المقاييس، يعني مش محتاجة كلام، ويجب أن يحاسب عليها القاتل اللي هو محمد راجح، والمفروض أن الدولة تكون سريعة في محاكمة زي ديت، لأن دي قضية رأي عام ومعروفة لكل الناس وواضحة جدا لكل الناس. يعني مش هنقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الإدانة واضحة أساسا من قبل المحاكمة ومن قبل أي حاجة. المفروض يكون في رضع لحاجة زي كده، لأن واحد زي محمد راجح احنا بنشوفه كتير في الشارع في كل المجتمع المصري بصفة عامة. يعني أنا رأيي إن لازم العدل ياخد مجراه، وإن ميبقاش فيه محسوبيات، والقضية لازم تمشي، ولازم راجح ده يتعدل عشان يبقى عبرة لكل شاب بتسول له نفسه إنه يصيع في الشوارع، والأهالي اللي ساب أهلها في الشوارع ويقولوا له مركونين ومسؤولين على اهليه ومسكن لواءات ولا اسكانوا مسؤولين في الحكومه. احنا شايف ان راجح ده يستاهل اعدام، وشايف ان مش اي حد ليه واسطه او ليه محسوبيه او كده ان هو يدوس على الناس ويموت في الناس الغلابه، وطبعا ده حاجه مش غريبه في مصر، في مصر مفيش حد بياخد حقه. كارثه، دي كارثه والله. لازم الدولة يكون لها حل الموضوع ده، لازم يكون في حل، مش كل شوية واحد يتقلق، كل شوية واحد يتقلق، واحنا فراخ. انت ايه رأيك في اللي حصل في محمود البنا في المنوفية؟ محمود البنا راجل طيب والله يرحمه، وكان انسان جدع جدا، وكنا بنسمع عنه بالخير وان هو عيل محترم. انا رأيي ان هو يعني مش ياخد جزاته اللي عمل فيه كده، بس ياخد جزاته عشان احنا ما نعملش في بعضنا والبلد كلها تعمل في بعضها كده. والله ما يرضيش اي ظلم خالص، مش عايزين ظلم، واللي احنا عايزين نحكمه بالعدل ويكون في اعدام، عشان شغل الوسائط دوت ما ينفعش، لان كل واحد له واسطه في الدوله بيعيش بلطجه على المواطنين الغلابه والكلام من ده. انت رايك في اللي بيحصل في قضيه محمود البنا اللي اتقتل في المنوفيه؟ اللي بيحصل في قضيه محمود دي اللي احنا شايفينه بشكل عام تمام، اللي زي محمود دوت ما فكرش في اي حاجه ولا عامل حساب لاي حاجه، دوت اخره ما يبانش على وش الارض عشان غيره ما يفكرش يعمل كده، عشان احنا عندنا ولايه، ولا انا اقبل على نفسي ولا ده يقبل على نفسه تمام. يعني المفروض دوت الجزا جزا على مصر كله عشان ما حدش يفكر يعمل زيه. والله الواد ده لازم يتعدم، وبعدين لو سبناه في ناس ما تعمل كده، وفي ناس ماشيه بسكاكين وباسلحه وبتضرب ولا اي حاجه في دماغها، فلازم الواد ده يتعدم. رأيي ان العيال دي المفروض تتعدم، المفروض الدوله تحكمه، مش عشان عمه لواء ولا شوف اخوه ظابط الموضوع يمشي عادي، يسجله كام سنه ويطلع. انت ايه رايك في اللي حصل في الشهيد محمود البنا في المنوفيه؟ انا رايي ان لازم محمد راجح يتعدم عشان يكون عبره للي يفكر يعمل كده تاني. انت شايف ايه في قضيه محمد راجح اللي في المنوفيه؟ والله اللي انا شايفه ان اللي حصل ما ينفعش بجميع الطرق، وكان المفروض ان يبقى في رضع للموضوع بحيث ان مفيش حد يتجرأ ويعمل حاجه زي كده، خصوصا ده طفل. يعني حاجه زي كده اتعملت معنى كده ان مفيش تربيه، مفيش اخلاق، مفيش اي حاجه. انت شايف ان محمد راجح يستاهل اعدام؟ ده اقل حاجه كقصاص لمحمود الله يرحمه. يعني ده واحد قاتل جبان، محمود كان ممكن يعمل زي اي واحد لا مؤاخذه وما يشغلش باله، لكن هو كواحد شهم حب يدافع عن او غريزه كرجولة يدافع عن بنت بتتعرض لموقف وحش لا مؤاخذة في الطريق، فأقل حاجة إن هو يجي له حقه بالإعدام. هما لو أجل القضية اليوم 27، واحد أبو ظابط وجده اللي هو هيعملوا إيه؟ أكيد هيأجلوها ويصوروا الورق هيلعبوا في كل حاجة في القضية دي. طبعا هما أجلوا القضية النهاردة اليوم 27/10. هو القضية مش محتاجة تأجيل، لأن الحكم المفروض يبقى نهائي، مفيش تأجيل للقضية، لأن القضية أصلا مش محتاجة
لا محتاجه شهود ولا محتاجه حاجه، القضيه خلصانه اساسا. واحد بيدافع عن واحده ما يعرفهاش، وفجاه واحد بيجي يقتله عشان اذا كان بيعاكسها او بيمشي وراها او حاجه. ايه ده كل المقصد؟ القضيه مش محتاجه تاجيل اساسا. تاجيل القضيه معناها ان هو كده الاعدام خلاص راح. طب هما بيقولوا في اشاعات بتقول ان هما مثلا بيزوروا اوراق بيصغروا في السن. طالما القضيه اتاخرت عن كده يبقى مفيش اعدام خلاص، هياخد حكم تمام، حتى لو حكم 10 سنين او 15 سنه ده برضو يعني حاجه بسيطه بالنسبه لهم، ابسط من الاعدام، لان الاعدام بالنسبه لهم حاجه خلاص كده راح. طالما القضيه اتاجلت يبقى فيها حكم، مفيهاش اعدام وحقه راح. طبعا الجلسه كانت امبارح يوم 20 واتاجلت يوم 27. هو موضوع تأجيل الجلسة ده ممكن يكون مثلا المحامين هي اللي طبعا زي ما انت عارف تأجل علشان تستعلم عن حاجة او كده. احنا مش هنسبق الاحداث ونقول ان مثلا في تواطؤ او كده، احنا بنثق في القضاء ان شاء الله ان هو يجيب حق محمود وان هو يختص من محمد راجح ويجعله عبرة للناس كلها، وإلا هيكون بيدي فرصة لأمثاله أنهم يكرروا أبشع من الجرائم ديت بكتير، وهيكون بيدي فرصة تانية للناس أن هي محدش يلجأ للقضاء ولا حد يلجأ أن هو ياخد حقه بالقانون. لأ، أنا تقتل لي واحد يبقى أروح أقتل واحد زيه، يبقى كده إحنا بنوصل لنفع مسدود، وكده بنوصل لمرحلة ما نحبش أن إحنا نوصل لها خالص. يعني شايف ان راجح ممكن ياخد اعدام؟ ايوه انا هياخد اعدام، هو اصلا كلب اصلا، المفروض يتعدم عشان عبر الكل اللي يعمل كده، وان شاء الله باذن الله هيتعدم. يستاهل الاعدام؟ ايوه يستاهل الاعدام، لانه اللي عمل ده مش قليل وكل حاجه باينه ومتصوره. يعني انت شايف ان هو يستاهل الاعدام؟ اه يستاهل، ده المفروض يولع بحق الله، المفروض يولع. هم مزورين بطاقه عشان هم ايه يعني مزورين البطاقه ديت عشان يطلع، ده هم يعني عشان هو ليه واسطة. الشباب اصلا لو يعني الواد لو طلع الشباب هتعمل كتير، عندنا في كفر الشيخ هنا بالبرولس حصل ياما عشان الموضوع ده. يعني هو الواد بيدافع عن بنت، يعني دي الحمد لله يعني دي راعي عند ربنا حاجة جامدة. طب ليه يا عم اللي انت بتعمل كده؟ يعني انت عشان ليك سنة بتعمل في يعني بنات الناس كده وبتعمل في الناس كده، ورايح كمان بتقول انا عايز اطلع بتاعه مزورة عشان تخلق. يعني انت يعني انت بتحكم يعني بتخاف من الشعب ولا بتخاف من ربنا؟ طب حتى يا اخي خاف من ربنا، يعني خاف من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بتزور كده، طب ما انت ممكن بتزورها كده ممكن تموت وانت بتزور البتاعه دي، ممكن يعني تروح تقول لربنا انا عايز يعني انت رايح عند ربنا هتقول له يعني هتقول لربنا انا كنت بزور عشان اطلع واحد من السجن. يعني انت شايف ان الاعدام هو الحل؟ هو الحل، هو الحل ليه؟ اللي هو عشان ما حدش يفكر بعد كده يعمل اللي هو عمله. تمام، والبركه فيك. يعني الاعدام هو الحل الوحيد؟ هو الحل عشان يبعدوا على اي حد كده، اي حد يشوفه ما يعملش الحاجه دي. لاحظت صوره على الفيسبوك وماسك سيف وصحه يغفلوني. هو كبير، ده عنده يجي 20 سنه وازيد من 20 سنه، كبير، انا عارف انه كبير. طب هو بيقول لك هو تحت السن، وفي كلام ان هو تزور ورق وصغروه. ما هم لازم يزوروا ورق لان اهله لهم واسطه في الدوله وكده، لهم مستشار واللي قاده وكده، فلازم ياخد اعدام. يعني هو الاعدام هو الحل؟ الاعدام هو الحل، عشان كل واحد صايع يحترم نفسه بعد كده، واي بلطجي يحترم نفسه بعد كده. هو المفروض يتعدي عشان الشباب تخاف، بس دي والله والله لو ما تعدي الشباب هتعمل اكتر من كده. يعني انت شايف ان هو اعدام؟ يعني انا شايف ان هو المفروض يتعدم. وعلى فكره انا ليا اخ اتقتل برضه، ما اخدتش حقه وما حقه ما جاش، فاللي قتله كان قتله عنده في البيت، وحق اخويا ما جاش برضه. يعني دي ربنا يستر وربنا معاه وربنا يصبر امه وابوه، والمفروض اللي راجح يتعدم. وانا شايف ان لازم القانون ياخد مجراه وراجح يتعدم، وانا بطالب باعدام راجح. واحب يعني اقول لهم ان كفايه ظلم بقى. بس احنا بنقول ان كل واحد لازم العداله تاخد مجراها، وان راجح لازم يتعدم، لازم يتعدم.
انت شايف ان محمد راجح يستاهل اعدام؟ يستاهل. هو لو ما تعدمش انا ممكن ابقى امر منه. وعايز اقول حاجه، ان اهله يعني مهما كان رتبتهم او مهما كان مستواهم في التعليم او في الوظيفه، يعني المفروض ده ابنهم، المفروض يبقى في رقابه، يبقى في ان انا اشوف ابني ده ماشي ازاي وبيعمل ايه عشان يوصل للحاله دي. اللي يوصلوا للحاله دي معنى كده ان اهله بيدعموه في كل حاجه. معلش يعني هم اهله اكيد ابنهم ماشي صح او غلط، يبقى في رد فعل ويبقى في ردع، ان هو مش يعني طفل يمسك سكينه ومطوه ويضرب، المره الجايه يمسك سلاح. فالموضوع المفروض ياخد القانون ياخد مجراه، والموضوع ما يعديش بسهوله كده. حتى لو كان طفل، اللي عمله ده ما يعملوش واحد عنده 100 سنه. لازم يتقدم عشان يبقى عبره لاي حد يفكر انه يعمل كده، لان ده مصالح خير لازم يتقدم وفي قلب الشارع، عشان ده لو طلع من السجن الناس في الشارع هتموته.